لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم وين المباراة وانتهت بهدفين لهدفين، كنا الأقرب للفوز بالمباراة، كنا الأقرب للفوز بالمباراة، وشاهدنا النقص العددي بعد خروج قديورة، يعني كان عندنا نقص عددي. رغم ذلك وين من خرج قديورة كنا هدف لهدف، وين شلنا كيفاش في الدقيقة 72 وين كما نقولوا حنايا المحرز يرقد ما يموتش، ونشلنا رغم أن كانت الرقابة عليه في الشوط الأول، كانت الرقابة كبيرة عليه، لكن عرف كيفاش يسجل الهدف، الهدف الثاني، شلنا كيفاش عدلوا علينا النتيجة في وقت حساس. احنا هذه مباراة نقولوا بلي مباراة ودية، ما كناش نقارعوا المكسيك كيما هكا، نقولوا بلي مباراة خاصة مع المدرب تاتا مارتينو، مدرب كبير ما ننساوش، مدرب كبير ماشي زعاقة، مدرب اللي نعرفوه بلي مدرب كبير. على هذيك نقولوا بلي اليوم وين مدربين كبار، وين تلاقاو زوج مدربين كبار كيما نقولوا حنايا، وين زوج فرق، زوج منتخبات فنية كبيرة، وين منتخب لدي كاس افريقيا، منتخب لمكلاسي 11 في المود، يعني ماهيش نقولوا بلي نديروها معيار ومن لا صايك درنا ماتش نيل. المهم رانا 20 مباراة دون انهزام، باش يكون على بالكم 20 مباراة دون انهزام. ما نسقاوش نحكموا نقول لك فلان وفلان وفلان، هي التدارك تاع اللاعبين امثال بونجاح. نتمنوا له ان شاء الله بربي تعاود تولي له ديك الثقه، نتمنوا ابراهيمي كذلك، نتمنوا في غولي، نتمنوا هذو اللاعبين اساسيين اللي دائما وين يكونوا مباريات كبيره، وين شنا كيفاش المدرب تاع المنتخب الوطني اللي يكون حاط فيهم ثقه كبيره، كما نقولوا احنا ثقه عمياء عليهم، يعني هما يكونوا اساسيين. شنا قديورة كيفاش فاني كان اساسي، يعني التغيير اللي صراو التغييرات هذوك. انا واحد من الناس كنت باغي نشوف، لا بغات مباراه وديه، ما معليش مباراه وديه، ما غاديش نديروا معيار، لا مباراه وديه امام المكسيك. كنا نحوسوا كيفاش، تمنيت انا نشوف عبيد، نشوف بالقبل الاخر كيسموه بولايه هذاك، بغينا نشوفوهم وصايك في هذه المباراة. أنا تمنيت نشوفهم في كيما نقولوا حنايا في الوقت مبكر، كيما نقولوا حنا الشوط الثاني مباشرة بغينا نشوفهم. معليش النظرة تاع المدرب ما ندخلوش فيها، هو اللي عارف، هو اللي ياخذ المسؤولية تاعو، هو اللي متحمل المسؤولية تاعو. على هذيك نقولوا باللي وين انتهت المباراة أمام المكسيك بتعادل بهدفين في كل شبكة، ليبسم المنتخب الوطني على المباراة العشرين دون الخسارة، وين نقولوا باللي الشخصية القوية للفريق الوطني رغم النقص العددي كان الأقرب أو الأدنى من إنهاء المباراة فائز. لولا الله غالب لو كنت يروح لك واحد في المليون تيرات تلعب ناقص، رغم أن شلنا كيفاش ديلور وين دخل، ديلور وين قدم، وين لعب قدم كذلك، وين لعب بحرارة، أراد التسجيل أراد، لكن هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت نقولوا بلي مباراة معيار حقيقي. اليوم نضربوك نقول بلي معيار حقيقي للمنتخب الوطني الجزائري. شلنا كيفاش نقول لكم، نقولوا برافو على الأبطال إفريقيا بعشر لاعبين قدموا مباراة في القمة أمام منتخب اسمه المكسيك. كان في الشوط الأول كنا الأقرب لتسجيل الأهداف، كنا الأقرب، وين هدف كان محقق وين ضيعه إبراهيمي، وين ضربت في البارة فانيك، ما ننساوش بلي هما فانيك ضربت عندهم في البارة، احنا فانيك ضربت في البارة، وين كان ردة سريعة من نقولوا بلي من جانب المنتخب الوطني بعد ما سجلوا علينا، كانت بعد الهدف تاعهم وين عدلنا النتيجة. هذه فانيك ردت فعل قوية، يعني فريق اللي ما ينهزمش بهدف بتسجيل عليه، ما ينهزمش بتسجيل عليه. على ذلك نقولوا بلي المنتخب الوطني اصبح عنده شخصيه كبيره، منتخب وطني وين دائما وين رانا نشوفوا بلي نقص العددي، رغم ان نقص العددي وين اكتسبنا منتخب لا يهاب
أي منتخب عالمي مهما كان. هذه هي وين نقولوا باللي كانت رغم أن كانت شوية صعوبات وين تكتيكية وين شنا كيفاش امتصوا الحرارة تاعنا في الربع ساعة الأولى. احنا كنا دائما وين نكونوا مبادرين في الهجمات، مبادرين بالضغط على الدفاع، لكن كانت مباراة نقولوا بلي كانت مباراة ودية ما نعطوهاش بلي منا ولا مليان. نتمنى ان شاء الله في غولي عاودي يرجع المستوى تاع المنتخب الوطني. بونجاح كذلك ما نحكموش عليه، ما نذبحوش عليه اليوم ابراهيمي، ما نذبحوش اليوم. هذو اللاعبين اللي نحتاجوهم، احنا رانا ناقصين. ودائما وين شنا كيفاش المدرب المنتخب الوطني دائما وين يعطي اعطى نظره للشعب الجزائري بان لن يتخلى عن هذ اللاعبين. تمنوا فانيك العوده تاع بليلي، يعني تفاهم كبير بين بليلي وبونتيح. هذه هي وين لازم نشجعوا المنتخب الوطني، خاطر عليه رانا داخلين على التصفيات. خلينا نتاع كاس افريقيا، داخلين التصفيات تاع كاس العالم. نتمنوا ان شاء الله ما يكونش، خاصه اللاعبين ما يكونش انتقاد عليهم كبير، خاطر باش نقولوا باللي كيسموه بونجاح ولا ابراهيمي ولا، وخلوا اللاعب يخدم هذاك حلايميه، خلوه يخدم يعني يقدم بلع المنطقه تاعو، ما كانش سبحان الله، خلوه يخدم ويبلع. نحتاجوه شو كيفاش صح ابراهيمي قديوره ولا فيغولي، هذو نحتاجوهم. باش قاش نقولوا باللي كاين لي بزاف شناهم في الفيسبوك، لا يقول لك باللي قديوره وفيغولي ابراهيمي او بونجاح اصبحوا عبء على المنتخب الوطني، او ديركم غالطين. خلوهم نحتاجوهم خبره مليحه، نحتاجوهم خلوهم بشويه وندمروا عابد وندمروا بولاي هذا، ندمروا بالقبله بشويه. كاينين منتخبات اللي غادي نلعبوا معاهم ان شاء الله. وين شنا المباراه هذه اللي كانت في القمه، وين قدم المنتخب الوطني امام المكسيك المصنف 11 عالميا، وين ضغط عالي وقوه بدنيه طوال اطوار المباراه، وانضباط تكتيكي حتى بعد خروج غديورا بالبطاقة الحمراء. والشيء الذي يدهش هي لقطة الهدف الثاني، المنتخب يلعب بعشر لاعبين ويمارس الضغط العالي ويسترجع الكرات ويتقدم في النتيجة. يعني وين قدم لنا نقولوا باللي أصبح عندنا منتخب قوي فنيا وبدنيا بغياب من يعني يغيب، وتبقى النتيجة الممتازة وهي 20 مباراة دون هزيمة. يعني نقولوا باللي المنتخب الوطني وين أصبح على بالك عندنا 20 بارتية. واحد كان يهضر معي قال لي درنا ماتشني، قلت له لا عندنا 20، ما خسرناش. احنا ما نسقوش نعطوا صورة باللي منا ولا انهزام تعادل بي. لا لعبت انت كونتر المكسيك، احنا انا كنت نشوف المكسيك باللي نربحوها بسهولة، لكن هذه هي المباراة. مباراة وين كما يقولك من المباراة المباراة كل شيء يتغير. غدوة ان شاء الله انت العام الشهر الجاي عندنا زيبواب، وان شاء الله بربي آلي روتو راه عندنا 22. احنا المهم ما نخسروش، قاع تروح تربح الزيمبابوي وتروح عندهم مدير ماتش، المهم تولي عندك 22. حنا رانا نوجدوا هذو المباريات وهذو المباراه تاع الزيمبابوي اللي غادي نلعبوها، نوجدوا الكاس العالم، تصفيات كاس العالم هذا مكان، نوجدوا تصفيات كاس العالم. ما غاديش نحوسوا دروك راه عندك فريق كيما منتخب كيما هكا، علاه تخاف؟ ونبدا نقولها لكم، راه عندنا بن ناصر، راه عندنا بن ناصر ميليوتيرا، ما نخافش والله ما نخاف. عندك انت كاش عندك في الوسط ولا عندك كنز كبير، كنز كنز والله، كنز ما يتعاوض هذاك اللعاب، هذاك ما كاش لي غادي يعاوض هذاك اللعاب المكانه تاعو، ما كاش لي ينجم يعاوضها، كنز كبير. وين شلنا بريمير ميطو، وين هو اللي تحمل العبء خط وسط الميدان، شلناها سبحان الله. شوط ثاني
كان تغير وين شلنا ضغط، رغم ان كنا مخصوصين من جوار، كنا ناقصين، بصح كان عندنا ضغط وين الجزائر مارس الضغط تاعها. هذه هي، وان شاء الله مازال الخير قدام ان شاء الله.